طبعا ابتدينا نخش على سنة 20 وجت الكورونا. كورونا طبعا الحال كان مش أحسن حاجة، صحيح. وعالميا يعني مش مصر بس طبعا. فاحتاجنا طبعا إن احنا ندي نفكر في حلول ندي بيها الكاش أو الفلوس السيولة، نوفر بيها السيولة للشركات. فعملنا المبادرة رقم 6 اللي هي السداد الفوري النقدي. أنا بدفع فلوس للشركات، طيب بدفعها إزاي؟ قلنا هناخد قرض من البنوك أو البنك المركزي عن طريق منظم عن طريق البنك المركزي، وبنسدد إحنا بالقرض ده بنسدد فلوس أو مستحقات المصدرين، وإحنا كوزارة المالية بنقسط بقى القرض ده على 3 سنين، فيبقى ما حطيناش ضغط جامد قوي على موازنة الدولة، صحيح. وفي نفس الوقت رجعنا للمصدرين في الأسر. الحقيقة على مدار سنتين قدرنا إن إحنا يعني نسدد 23 مليار جنيه مصري لأكثر من 2500 شركة مصدرة. والإمباكت أو التأثير بتاع ده طبعا هنشوفه على زيادة الصادرات طبعا. وبالفعل الصادرات كان بقالها فترة طويلة جدا تقريبا كل سنة بتعمل 25 مليار دولار. بعد ما عملنا المبادرة رقم 6 بالسداد الفوري لقينا إن الصادرات زادت ل 32 مليار دولار في السنة اللي بعدها على طول. هايل. فده يعتبر أثر واضح جدا وسريع للدعم الصادرات اللي احنا قدرنا نوفره. استمرينا على الخمس مبادرات زي ما احنا، لو في أي شركة بتفضل إنها تمشي مع أي مبادرة أو تستخدم أي مبادرة من الخمسة من حقها، بتجيلنا وزارة المالية بتقدم بنمشي في الإجراءات وبنسدد. أو يعني بنعمل مقصة أو أي مكان بنرجع بنشتري الأرض أو. وفضلنا برضو مكملين في المبادرة رقم 6. حاليا إحنا في المرحلة السادسة للمبادرة رقم 6 اللي هي السداد الفوري. إجمالا بقى من ساعة ما ابتدينا لحد ما إحنا قاعدين مع بعض دلوقتي، إحنا سددنا ما يقرب من 42 مليار جنيه لأكتر من 2700 شركة مصدرة.